وكاله المعلم ماضي في المزاد ده. مين قال كام؟ مين قال كام؟ مين قال كام؟ 12000 المعلم حلومه قال هنا قال دوا. استوب، محدش يزود اللي انا عليا ب 100 باكو. 100000 جنيه المعلم رياض دبش. 110 وانا اللازي واللازينة. اها 110 ايه 110 110 المعلم حلومه جحش. ولما انت جحش لمؤاخذه بتشتغل في الخرده ليه؟ انت بالكتير قوي تشتغل في البنسيم عشان لو ما بعتوش تاكله. الحمد لله ان انا جحش، لاني لو كبرت شويه هبقى شبهك. بس ده انت القرش في ايدك يا ابني طالع موضه. انت اللي كنت بتبرطع فين لما احنا بقينا معلمين يا جحش؟ انا امي بتشتغل في البيزنس من ايام القرنص. قرنص؟ طب ابقى اترحم عليها بالانجليزي. المزاد ده هيرش عليا يا دبش وهتشوف. شوف شغلك يا ابني. 110 عند هاف. 120 عند هافين. الله، انت هتحرق نجحش. 125 و30 ونزودها هزود. وقف المزاد يا دلال. وده الفتوح وانا نعمة الله والاجر على الله. 150000 لست كل. 150000 جنيه للمعلمة نعمة الله. هي نعمة الله والاجر على الله دي ما بتعتقش مزاد. عارف. يا عزيزي تيكت ايزي، جاتلك اللي ما بترحمش. استلقى وعدك يا جحش. متخافش عليا يا عمونا. ده انا لازي ولا زين. حابس حابس يعني المعلمين بيتوشوشوا. بتقول له ايه يا معلم رياض؟ ابدا ابدا يا ست الكل. طب ده انا خالع من المزاد عشان خاطرك انت. لا يا حدق، انت خلعت زكاوه. ما انت عارف اصل اللي ما يخلعش اخلعه. ده انا نعمة الله والاجر على الله. انت يا دلال، هو مزاد ولا مش مزاد؟ مزاد وستين مزاد واخر قانون تمام. 150 باكو المعلمة يا نعمة الله. طب 150000 وجنيه. يا حلاوة، ده انا اول مرة اشوف جحش حيدي. انت عايز تاكل بضاعة المعلم ماضي بتراب الفلوس. اه يا زمن، صحيح يقتلوا القتيل ويمشي في جنازته. طب خلي حد غيرك انت يتكلم عن الماضي كده. طب 200000 يا حلومه وجنيه. احلى معصيصي دي لو كسبت. ده انا نعمه الله والاجر على الله. وانا اللازي ولا زينة، وما يجراش عليا اللي بتعمليه في معلمين الحاره ده. عزيزي تيكت ايزي، انا ما اسمحش لاي حد انه يجرح احساس المعلمه. سيد انت بتعصيت في الماء العكره. ده احنا فين هنا؟ ده رايح دلال الغابره، دلال الكوسه. احنا مش زودنا والعطا راسي عليا. ما تدلل يا دلال. لا بقى، ده انا زود على معلمين المعلمين والكل يشهد. انت يا دلال، انا قلت فوق الجنيه بتاعه 20000 جنيه، بس المرة دي إلا جنيه. وأنا بقى زودت الجنيه. يبقى حلال عليك المقلب بقى يا حدق. إيه؟ أمال مين يسدد لي ديون المعلم ماضي؟
مش كان لازم اصطاد لي جحش؟ كده يا نعمة الله، كده يا حدق، عن اذنك. بيني ومعبدي لفرجك عليها. بقولك ايه، انسى وخلينا في المهم. تبيع بنص التمن عشان خسارتك تبقى قليله؟ ها قلت يس إيه؟